معانا الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا فندم بحضرتك وبالساده المشاهدين. هنقدر نعمل ايه؟ احنا سامعين كلام الوزاره النهارده ان هناك تاثر بسبب الحرب. شوف يعني اللي بيحصل في الاسواق العالميه سواء بسبب تغيرات جيوسياسيه او بسبب تغيرات مناخيه او بسبب تغيرات بسبب حروب، ده كله بيؤثر في اسعار السلع عالميا وتداولها. اقل ما فيها اسعار النقل، اقل ما فيها بعد زياده اسعار النفط عالميا بسبب هذه التغيرات، فبالتالي بيحصل تحركات سعريه في هذه السلع عالميا. هدي لحضرتك مثال، النهارده مثلا السكر، طن سكر بيتباع في البورصه العالميه ب 740 دولار للطن، واضافه الى النقل والشحن والنولون والتامين يصل الى تقريبا 810 دولار للطن. لو انا بتكلم على الاقماح والحبوب والغلال حصلت فيها زياده سعريه تصل الى 7%. فبسبب المتغيرات التي تحدث على الساحه العالميه بيحصل تغيرات سعريه في معظم الحبوب والغلال والسلع. طيب الحقيقة احنا زي ما حضرتك ذكرت عندنا الحقيقة الأولوية الخاصة بالدولة هي الفئة اللي هي تحتاج إلى رعاية من قبل الدولة، واحنا عندنا في موازنة السنة دي الطبقة الأولى بالرعاية بتتحصل على دعم يصل إلى 530 مليار جنيه، منها ما يصل إلى 128 مليار في دعم السلع الغذائية. عندنا في الشريحة اللي هي مستهدفة اللي هي الأولى بالرعاية عندنا 72 مليون مستفيد في الخبز ودعم الخبز و64 مليون مستفيد من ما يقرب من 32 سلعة. فبالتالي أن الدولة بتدعم الأولى بالرعاية بنسبة 68% من إجمالي المجتمع. ليس لدينا أي مشكلة في هذه الشريحة بالمرة، ولدينا أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية والأساسية. يعني مثال على سبيل المثال، كان النهاردة في إشاعة أن ليس هناك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية. هذا كلام الحقيقة عاري تماما من الصحة، لأننا لو رجعت مع حضرتك الأرصدة الخاصة بالسلع الاستراتيجية والأساسية هلاقي مثلا أن القمح عندي احتياطي يتعدى 5 شهور، هلاقي الزيت عندي احتياطي يتعدى 6 شهور، عندي السكر عندي احتياطي يتعدى إلى شهر أبريل أو يعني عندي ما يتعدى 4 شهور وشوية، الرز عندنا احتياطي يصل إلى 3 شهور. فبالتالي أنت ليس لديك أي مشكلة مع الشريحة الأولى من الرعاية، إنما بسبب التغيرات السعرية أصبحت الأسعار في السوق الحرة تفوق مستويات الدخل بالنسبة للمواطن اللي هو في الشريحة الوسطى. فبالتالي اتفقت الدولة بشراكة مع القطاع الخاص سواء صناع أو تجار ممثلين في اتحاد الصناعة واتحاد الغرف التجارية أن تكون هناك مبادرة لمدة 6 شهور وقد تزداد بغرض تخفيف الأسعار على المواطن فيما يتعلق بخمس مجموعات سلعية وعشر سلع. أهم من هذه السلع هي السكر والزيت والرز. يا دكتور إبراهيم، يا دكتور إبراهيم، ناس كتير بتشتكي لنا انها ما بتلاقيش الاسعار دي، وناس كتير بتشتكي لنا من التذبذب حتى في الاسعار. يعني احنا عندنا السكر وعندنا الرز في تذبذب كبير جدا في اسعارهم. يعني الناس خلينا بس يعني انا عارف اللي حضرتك بتقوله ده وحافظه، الناس عندها مشكله واضحه ان الامور ليست بالطريقه اللي احنا بنقولها، الكلام مش هو ده اللي بيجرى. السلع اللي هي الأولى بالرعاية أو اللي هي المفروض تحتيها الأسعار مش دايما موجودة، مش دايما السعر ده هو اللي متوفر. في مشكلة في هذا الأمر، احنا مش عايزين نقول حاجة للناس فيرجع الناس تاني يبقى عندها حالة من الحالات انت قلت لي وانا ما لقيتش. ايه المشكلة؟ ما احنا عندنا المخزون وعندنا الاتفاق. انا لا اخفيك سرا انه كتير من التجار بيقولك والله انا مش قادر احافظ على السعر ده، يعني اللي هم بيوردوا هذه الاشياء بيقولك والله انا مش قادر احافظ على السعر ده، وانا
يعني هبقى بقى ادي سلعه من السلع اللي عندي اللي انا ممكن استغنى عنها اللي هي مش الحاجه المهمه قوي. فهذا امر يجب ضبطه مع التجار. ما هو احنا كمان الناس دي لازم تفهم انه لما السوق ينكسر كلنا هننكسر. طيب خليني اوضح نقطه مهمه جدا. احنا يعني اقول يوميا بنقعد مع التجار والصناع، وزي ما ذكرت السلع الاساسيه في هذه المبادره تصل الى 10 سلع. هناك يعني اختلافات في اسعار بعض السلع، ده امر معلوم، انما السلع تحت ظله المبادره زي ما قلنا السكر هو 27 جنيه للمستهلك النهائي. ليه بقى يا عمرو بيه بنقول كده؟ لان احنا قدرنا من خلال البورصه المصريه للسلع ان احنا نطرح في كل جلسه ما يصل الى 20,000 طن من السكر. لو انا بتحدث في الشهر يعني يبقى انا عندي ما يقرب من 100,000 طن بيتم طرحهم من خلال البورصه المصريه للسلع. انت اجمالي الاستهلاك بتاعك في الشهر يصل الى 170,000 طن، فانت عندك تقريبا ان الثلثين بيتم امداد التجار والسلاسل التجاريه بسعر 24,000 جنيه للطن على البورصه، وهناك التزامات من قبل التجار وشركات التعبئه. انتوا بنفسكم قلتوا، انتوا بنفسكم قلتوا ان في مشكله مع البقالين، في مشكله مع الناس اللي بتبيع. انتوا نفسكم طلعتوا كتموين بيانات انه هذا يحدث. الناس يا فندم مش دايما بتلقى الاسعار ديت، وفي ظل ما قاله مجلس الوزراء اليوم من تأثيرات يجب ان احنا نشوف طريقه. أو خلي بال حضرتك المبادرة بدأت بقالها 3 أيام، بقالها 20 يوم بالظبط، قلنا مدة المبادرة دي 6 شهور، فأنت بدأت الحقيقة بالتنسيق مع القطاع الخاص إنك تطرح هذه السلع إلى أن تصل إلى كل المنافذ وكل السلاسل وكل أقول إيه المنافذ حتى المتحركة، بتاخد على الأقل بتاخد شهر ونص يا عمرو بيه. النهاردة زي ما ذكرت، هل عندك السكر ب 27 جنيه للمستهلك النهائي؟ أه موجود. ده انا بتكلم على السعر الحر عندنا في المنظومه التموينيه ب 12 جنيه و60 قرش. لما ببص على الرز، طب ما هو موجود ب 22 23 جنيه حر، كان بكام وبقى بكام؟ الزيت موجود من اول 39 جنيه. فبالتالي لا، هناك بالفعل الحقيقه هذه الاسعار انكسرت على المستهلك النهائي. الدوله بتقوم بدورها واكثر في توفير هذه السلع باسعار عادله، وهذه السلع متاحه ومتاحه على مستوى الجمهوريه. ممكن اقول في نسبه نفاذ مثلا تصل الى، لو انا عندي 27 محافظه ممكن اقول ان انا عندي 20 محافظه 22 محافظه وصل لها هذه السلع حتى الان. محافظات الباقيه هتتم الوصول السلع عليها تباعا. فبالتالي احنا لسه بنبتدي، بس اللي انا بطمن بيه المواطن بقول له حضرتك هذه المبادره بتتيح لك هذه السلع الاساسيه بنسبة تقل عن مثلها من 15 ل 25%، واحنا مصورين ومتابعين هذا الامر. اذا كان حصل في بعض السلاسل ان هي السلعه لم تصلها بعد، فبنقول لا السلعه هتصلها، لانك انت بتتكلم على 27 محافظه، انت عارف حضرتك عدد المنافذ على مستوى الجمهوريه، انا بتكلم على المنافذ الحكوميه بس، بتكلم على 40,000 منفذ. ده الحكومي بس. ايوه فندم، هو بس اللي احنا بنطلبه ان انتوا تحرصوا على استقرار السعر، لانه دي مساله مهمه. ناس انا بنقل لحضرتك شكوى وبنقل لحضرتك اخبار جهات مثلا برضو في الدوله بتحاول تساعد، زي وزاره الداخليه زي غيره بيحاولوا ينزلوا سلع زياده لانه مفيش استقرار للسعر ده في السوق. خد بال حضرتك انه الامر لما بيزيد الناس الازمه بتشتد عليها. وبعدين انت عامل دورك كدولة ان انت قلت له انا هساعدك في الاستيراد وانا هديك الدولار اللي انت عايزه، يعني الدولة بتضحي بعملتها الصعبة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، انت عايز تقف جنب الفئات غير القادرة. كل ده يجي فما يحصلش، فتبقى فيه مشكلة حقيقية محتاجين هذا الامر يحصل. هو زي ما قلت لحضرتك عمرو بيه، يعني احنا بنتابع السوق جيدا، ما احناش بعاد عن السوق، عارفين ان هناك بعض التحديات في بعض المحافظات، انما اللي انا بقوله لحضرتك من اسعار انا مسؤول عنها،
النهارده كان في اجتماع على مستوى مجلس الوزراء بحضور الوزراء المعنيين والاتحاد العام للغرف التجاريه واتحاد الصناعات، بتحصل مراجعات بنشوف ايه هي التحديات. لو كانت السلعه دي ما وصلتش للمنفذ ده او المتجر ده، طب نبص على التجار وشركات التعبئه عشان لكي تصلها هذه السلعه. انما الاسعار اللي انا بقولها لحضرتك انا مسؤول عنها. النهارده السكر بيوصل للمستهلك النهائي ب 27 جنيه، بيباع على البورصه الكيلو ب 24 جنيه، يعني الطن ب 24,000، في حين ان السوق الحر بره وصل لاسعار كبيره. هل السكر موجود ب 34 و35؟ اه موجود ب 34 و35 في بعض المنافذ لمن يطلب هذه السلعه. ايوه طبعا اللي عايز جوده اخرى يعني. بالظبط، فاللي انا بس بحاول اوصله لحضرتك، واحد، ان مصر لديها رصيد امن من السلع الاستراتيجيه والسلع الاساسيه، الحد الادنى 3 شهور زي الرز، وما يتعدى ويصل الى 6 شهور زي الزيوت. السكر هيئه السلع التموينيه طرحت مناصه ل 100,000 طن هتكون موجوده في النصف الثاني من هذا الشهر. انت عندك احتياطي جيد بتقدر تناور بيه، وبالتالي بتزود حجم المعروض. فانا الحقيقه اتفهم ان بعض المحافظات او بعض المنافذ او بعض السلاسل لم يصل لها بعد هذه الاسعار، انما سوف تصل لها. أكيد هل السلعه موجوده ومتاحه؟ بالفعل محدش اشتكى ان مفيش سلع. فبالتالي انت عندك، يعني لو انا بتكلم امن غذائي، عندك فعلا منظومه جيده جدا للامن الغذائي. الاسقاط بتاعها على ارصده، والاسقاط بتاعها على توافر السلع واسعار، يعني بتصور ان هي اسعار اقل من الاسعار في السوق الحر بنسبه قد تصل الى 25%. الدكتور ابراهيم عشماوي، مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه، بشكرك شكرا جزيلا.